انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقه؟ ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه اللي انا سمعته ده حقيقه؟ اللي انا سمعته ده حقيقه؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا انا اللي سمعته ده مش حقيقه يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقه يا وداني اليمين؟ مالكيش دعوه انت يا وداني الشمال، عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته خليته خرابه وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بيت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصه كوارث يا بت، مش كفايه الكوارث اللي احنا فيها؟ خلاص يا معلم معلش، كل سنه وانت طيب، يا رب اجعلها سنه بدعه كريم وسود على اللئيم ومنيله بستين نيله على اللي ينكد على الحريم. اوعي شاعره. الله يخليك شاعره يا بت والله، فكرتني بالقصيده بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول لي انا كده يا معلم؟ عيب يا كوارث. بتقول لي انا كده؟ يا بت بس يا بت يا معلم. يا بت بلاش الحركه دي يا بت، انا ما ناقصه. بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك، فاضل واحده تطبقي لنا. ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى، عايزه ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف في المنطقه اللي انا بشحف فيها. انت بتشحتي فين يا بت؟ في العتبه. وانا بت قلت لك تشحتي في العتبه؟ امال اشحت فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخلق. رحت باب الخلق. طب وعملت ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخلق. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبيه. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. يبقى انا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه، هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهمي؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بت، عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم يا بت بس يا بت يا معلم يا بت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش انت اللي عماله تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده، طيري فوق. طب بص اسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اسالهولك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى، دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر. انا كنت نازل رايح لخطيبتي، فكنت رايح اركب ميكروباص بولاء، فبقول له بولاء يا اسطى، خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله، شقطها ومشي. إيه لا و... اه والله لا، وايدي راحت لخطيبتي. كملي تاني. لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي، خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. وكلم ابوها اقول له يا راجل عيب، يا راجل عيب، يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس. على معره كلها. معلش يا معلم. مش هسكت. معلش. ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه؟ يا بت دي انا كنت في حفله لمحمد منير. انا بحب محمد منير قوي، فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي، فبقول فيري وري، فرجلي علقت كده، من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي. دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني، مش هتتجوزني؟ ايه؟ مش هتتجوزني لوحدي؟ بص يا معلم. ايه؟ انا المفروض اتجوز واحد، مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بت صحتك تجيب اكتر من كده، انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا. والله ما اقدر اجي يا معلم. بس
سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنرفزنيش يا بنت. بس يا بنت يا معلم، ردي النيلة، بقول لك الرجل باظت. كنت عايز من ايه؟ ده في مصيبة يا بنت. ايه ده؟ في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بنت. ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين؟ ايه يا لهوي، هنعمل ايه؟ انادي البلية؟ ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا بالية بالية، انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها، ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ ما انت ما داري تاخدنيش وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده؟ المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه؟ ازيك يا كوارع؟ كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث. يا شيخه التانيه فيها دهنه بلانيل. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين ياض راضي النهارده الاول يا فين؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ رحت العب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا، ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده، انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقول لك خسرت، وانا قلت لك كسبت عشان تقول لي بتلعب ازاي؟ سيبني والنبي. قابلت ناس صعبت عليهم، قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى، قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدومهم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. أيوة. قالوا الحاج محمد محوش فلوس، ادينا له فلوس كتير. الحاج ابراهيم محوش فلوس، جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر، واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر. والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره، والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. الراجل مش لاقي ياكل، رايحين يجيبوا له بقره، لقوا بيحملوه مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها. ترم عظمه اللي بقره عشر ولا يكح الراجل. لا حول الله، ناس غريبه. الله، اعلان كان صعب يا معلم. طب انت بقى قاعد بتحكي، انت عملت ايه في الاعلان؟ ما انا البقره العشر. ايه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق. عايز ايه؟ عايز مصيبه. عايز مصيبه؟ في مصيبه، في خير. مصيبه. لا بص، انا اعمى بس بسمع، قول كلام يتعقل. بص يا بليا، في ناس جايه تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا بليا. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان، جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. عارف. احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا، نجيب بلاوي ده. تمام تمام. ونقف وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا، احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد، احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في فودافون يا معلم؟ انا بقول لك نجيبه، قول لي هيخلص انده ونخلص نرم الليله. طب يخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح، هو بقى المعلم القرش بتاعك اللي فلقانه بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان؟ كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه؟ لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه؟ لا برقبتي بلا بتاع، على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول كده على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت. منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبولة والله. مين زعبولة ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ايه؟ ركز. انا بليا. بليا شغلتنا. بليا خدامك. بليا تعالى ننده زعبولة بقى. يا زعبولة. يا بلاوي. يا بلاوي. بلاوي. يا روما. يا روما. ايوه ادي التواو. انا
بس يا دي التوهو يا دي، انا مش شحات زي زيكم، انا نجم هنا وسطكم، انا لسه جايب التصوير. انا يا دي راضي النهارده، انت تشتغلني يا تصوير ايه؟ وسع يا دي، انا صوره كلها على علب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا يا حبيبي، انا عمر ما شفت وشك يا ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي يا حبيبي. وياد السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا ده، عشان انت تشرب سجاير عادي. انا رايق وصحيح، انت لو بتشربها برجلي مش هيحصل لها فعلا كده، حاجه غريبه جدا. طب بقول لك ايه يا ايه؟ طب والراجل ابو كمامه ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروق ده مين؟ ده انت يا حبيبي، انت هتستقبل ما انت جيت معايا يوم التصوير. ايام ما كان نص وشي محروق، بس سافرت لندن وعملت عمليه تجميل ورجعت زي الفل اهو، الحمد لله جان زي الاول. هو انت كده عملت العمليه؟ ايوه. ونجحت؟ لا، هي هم قالوا لي ان هي فشلت، بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس انا مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن ياد يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه؟ يعني انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه اللي جالي تصوير 5 حلقات في مسلسل؟ مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل. بجد والله؟ اه والله العظيم. خليني اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه تشوف ايه؟ في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراء ايش ده؟ يا عم انت بتصدق؟ انا هعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكم، حاسس لما اشوفكم هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد الواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر. بجد والله؟ شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني هو عروسه لعبه. ايه اللي شعر اخضر؟ بتقول ايه؟ والله مهلبيه واقفه قدامك. والله ما احلى من معلم. انا؟ اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجه. والله شوقتني ليك يا معلم. آه بجد ده طويل قوي. يوف يوف. ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمه هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح هنا نشم هوا مشموم بقى احنا. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العمليه. اعمل لك بس 10 جنيه. ايه ده ب 10 جنيه بس؟ طب الشاش والله. بجد؟ لا خد 20 واعمل لي لوز بالمره. يلا ده الطب رخص قوي. اه ماشي. يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع عمى تاني، يا رب ابواب السماء تكون مفتوحه. اه طلعت مفتوحه. ايه؟ تعبيط يا انت، هتزوننا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعب، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل. ايه هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس بقول لكم ايه، إيه؟ دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليه ليها يا
ياد مين اللي عامل الدوشه دي؟ ياد منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس في مشكله، بقول بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت ما حدش يتكلم. يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الإقراض بيخس ليه يا بيت؟ الإقراض بيخس وانت بتتخانق يا بيت؟ في الإقراض انت بتشحت ازاي؟ اقعد منك ليه ليها؟ انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه. اسلوب اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكن انا زبون، ورينا ترخم عليها ازاي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا سهل. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم. الله هات ربنا سهل لك. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكى على الله. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي. والنبي يا عم هات جنيه. ايه الرخامه دي يا؟ والنبي هات جنيه، والنبي. يلا اتكى على الله. والنبي هات جنيه، والنبي يا عم، والنبي يا عم. يلا هات، مفيش فلوس يا النبي. والنبي يا عم يلا اتك على الله. هات جنيه والنبي يا عم. اديك حاجة يا النبي يا عم، هات جنيه والنبي اتك على الله. الله اتك على الله يا هات جنيه والنبي يا عم. تاريخ مقاوي الواد ده. يلا اتك على الله. النبي هات جنيه يا عم. خد يا خد. هات جنيه يا عم والنبي يا عم. يلا. هات جنيه تاني والنبي يا عم. ايه الواد الرخم؟ هات يا عم اديله يا عم الفكرين يا ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا بس. ربنا يخلي لك الست يا رب. النبي يا عم. تعالى انا هلم بيك كتير. نبي الواد الغلبان ده والنبي. نبي يا سيدي. وديتيها فين يا بيت؟ ليه فين؟ اهو يا سلام. ربنا عايز ايه تاني؟ عايز اصوروا معايا وهم بياكلوني. والنبي يا بطل رخامة. هات جنيه يا عم تاني. استنى نشوف الراجل بيكح ده. فين يا عم؟ الله المنتج ما بيقبضناش. هات جنيه تاني والنبي يا عم. يا خلاص قول يا ما انا لميت لك فلوس اهو. هات جنيه تاني يا عم والنبي يا عم. ده رخم قوي. خد يا خد اللي في جيبي كله اهو. يلا هات الموبايل والنبي يا عم. يا بطل رخامة اه. عايز الموبايل يا عم. خد يا هاد الموبايل. نبي يا عم هات الموبايل. يلا اتكى على الله. هات البلطة عشان الباب. حلوة الطريقة دي. حلوة يا معلم. تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك. حلوة ايوه عشان هو كده. انت من وايه ده الحلو برضه المنظر؟ اه. وفين ايدك يا؟ ايه؟ حلو برضو ده. ايوه. وعامل اعرج وبتاع. لا مش اعرج ولا حاجه، بس كل ده لزوم الشغل يا معلم. جدع يا. ايوه. جدع الله ينور عليك. يلا اتكى على الله. ايش حتى انا عايز الايراد يزيد. اه ما هو هيزيد ان شاء الله. يلا. يلا. الله يحرق الايراد ويحرق. خد تعال هنا. تعال. تعال. بتبرطم بتقول ايه وانت خارج؟ انا ما برطمتش قلت حاجه. برطمت يا ابدا يا معلم. طب اتكى على الله. ما احنا كنا هنمشي رجاله. قلت تعال تعال. سمعتك المره دي. ما قلتش حاجه يا معلم. ده الواد ده. الواد ده؟ ايوه. طب وامشي اتكى على الله. ماشي. ايه ايه؟ حلو صاحبك اهو بيشحك. وانت بنت بتشحت ازاي بنت؟ ايوه معلم. انا ما بروحش الزبون لوحده، لازم زبون وزبونه مع بعض يكونوا في العربيه. اه واشحب بقى منهم. الهي ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يكرمكم وتتجوزوا وتخلفوا عيال كتير. ايه مش هتتجوزها؟ الهي ربنا يكرمك وتطلع المقطم وتلاقيه فاضي يا رب. الهي يا رب تلاقوا مكان فاضي ورا مصنع الكراسي.
وبوليس الاداب يبعد عنكم يا رب، ما يكونش في سكتكم ده يلسع فيكم يا رب بحق جاه النبي. طب افرض البنت اللي معاه دي طلعت اخته. ربنا يخلي لك اختك يا رب، يا رب اختك ما تطلعش المقطم ولا تروح ورا مصنع الكراسي، ولو راحت بوليس الاداب يقابلها كده في وشها، ولا يتعمل فيها اللي انت بتعمله ببنات الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الهي دولع كشفت راسه واتجهت عليك. الله ينور عليك يا بنت، تقعدي تقولي تقولي لغايه ما يسقفوا. الله ينور جدع يا بنت، يلا اتكل على الله، خد الجلابيه وروح اشحات يلا. ماشي يا معلم. حلو يا بنت. وانت انا بقى طريقتي مختلفه على كل الناس دي. بتشحت ازاي انا باخد معايا قرد يتنطط للناس، الم القرشين واروح. اخر مره واخد القرد الناس سقفت لنا، لم الفلوس وهرب. لميت الفلوس وهربت صحيح ياض؟ وربنا معنا. لا لا مش هو، كان قرد تاني يا معلم. حلوه الطريقه دي يا. وانت بتشحت ازاي؟ انا الوحيد يا معلم اللي بستخدم اسلوبك. انا احب تلامذتي يستخدموا اسلوبي. ازاي انا بخش كده على الزبون وهو قاعد واقول والله العظيم انا مش شحات، انا محفظتي بس اتسرقت في الاتوبيس، اديني 10 جنيه عشان نرجع بلدنا بنها، واخد ال 10 جنيه وافنى. حلوه الطريقه دي. حلوه ايه؟ انا قلت اطول المسافه يمكن اخد فلوس اكتر. دخلت على الزبون قلت له اقسم بالله العظيم انا مش شحات، والله العظيم محفظتي اتسرقت في الاتوبيس، هات 30 جنيه عشان ارجع بلدنا اسوان. قال لي اركب اركب انا رايح اسوان. والله سابني هناك لوحدي. سابك في اسوان ياض؟ والله راجل حبش. يا ساتر، بس حلو الطريقه زباله اللي انا علمتها لك دي، بلاش. امال اعمل ايه؟ انا اعلمكم طريقه جديده للشحاته زي اوروبا. ايه يا معلم؟ اوروبا الشحات بيقف بكرامته كده، ها، وتلاقيه ماسك اكورديون عمال بيعزف، واخد بالك؟ ماسك مثلا جيتار عمال بيضرب عليه كده يعني. وكده اكورديون يعني كده جيتار يا عم؟ فوق يحط البرنيت على الارض، الناس تيجي تحط له الحسنه يتكل على الله. حلوه قوي الطريقه دي يا معلم، انا اروح اجربها. يلا يلا بينا، احلى الطريقه دي. وانت كنت عايزني في ايه انت والعيال التانيه؟ اسمعنا يا معلم بقى، دلوقتي قرايب الواد بيليا دول جم هنا وعايزين ياخدوا البيت بتاعنا. يعني ايه ياخدوا البيت بتاعنا؟ البيت ده انا شقيان وتعبان فيه طول عمري، يجوا ياخدوه؟ البيت ده بتاعي وعندي ما يثبت ان البيت ده بتاعي، وما تسالنيش ايه هو ما يثبت عشان ما عنديش ما يثبت. يا احنا بقى عندنا ما يثبت ان هو بتاعنا. ها عندنا ما يثبت. اهلا، احنا جايين ناخد البيت ده ونمشي على طول. تاخد البيت وتمشي؟ ده طلع عبيط يا بيت اللي تاخده وتمشي. قصدي يعني هنهد البيت عليه ونبني بيت جديد. ما ينفعش تهدوا البيت لو عايزين الحق بقى. انا قريت الورق بتاع سالم قريبكم ده، البيت جدكم هو اللي بنيه. لكن الارض ملك الحكومه، لو البيت اتهد الارض هتروح للحكومه، لان جدكو كان واخد الارض حق انتفاع. حق انتفاع ايه ده؟ احنا كده روحنا في داهيه. خلاص ولا يهمكم ياض منك ليها ياض، انا شغالكم معانا هنا. شغلنا ايه ان شاء الله هنا؟ ايه اللي شغلكم مع الرجاله تشتغلوا معاه؟ اشتغل انا ايه؟ انا يعني اشتغل ايه؟ اشتغل شحاتين. مش احسن ما تشحتوا؟ ايه ده انا بجيب لكم شغلانه محترمه. انت ايه؟ يلا علموهم الشحاته والبنت اللي لابسه امريكاني دي وقفوها في شارع الهرم. ها يلا. حاضر يا معلم، ما تقلقش. خد ياض انت وهو يا احنا نعلمكم الشحاته. ماشي اسكت. بص انا اسكت. تعالى هنا هنعلمكم الشحاته. هنعلمكم الشحاته باسلوبنا احنا، اسلوب جديد. هنعمل فيلم العفاريت بتاع استاذ عمرو دياب والاستاذه مديحه كامل، فاكرينه؟ ايوه عارف. اللي كان فيه الكتعه والحاجات دي. أيوة. خلاص هتخش جوه التمثيل، اللي هيثبت نفسه كشحات هو اللي هيكمل معانا. خلاص يلا جهزوا. يلا